السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله نشارك معكم هذا الفيديو هذا ديال هذا الغرس الجميل والأنيق وديال الظل وديال الشمس. واللي بغى شي حاجة مرحبا وألف مرحبا، كنبيعو بالجملة وكنبيعو بالتقسيط. هذا هي الشونتيو دايرينو هنا هنايا، كل حاجة عندنا منها واحد العدد. واللي بغى شي حاجة مرحبا وألف مرحبا وبغى شي كمية كبيرة بالجملة كنبيعو. كاين بزاف ديال الأنواع، كاين الأعشاب، كاين الحبق، كاين الغنباز، كاين أعشاب طبيعية، كاين الأزير، كاين بزاف ديال الأعشاب عندنا، مردوش في الليوي أشجار، عندنا لي بلونط صغار، عندنا بزاف ديال الأنواع. واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. وكاينين الاشجار ديال الاروكاريا وكاين بزاف ديال الانواع ديال الاشجار. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد الزراعه والدواجن. تابوناو عندي الفلاشين ديالي، تبرقوا الجرس. واللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا والف مرحبا. عندنا انواع، عندنا حتى اللويات صغار ديال لي بالكو، عندنا الورد الاحمر، عندنا بزاف ديال الحوايج. عندنا اي حاجه الزراعة، أشجار، عندنا أشجار العنب، كاين أشجار لافوكا، كاين أشجار ديال الزيتون، كلشي عندنا، كل حاجة عندنا منها شوية هنايا. وفي المنبت عاوتاني إن شاء الله سلام نعاود نكمل معكم شنو عندنا. عندنا بزاف ديال الأنواع ديال، عندنا السيترون، عندنا عدد ديال الأشجار ديال الزينة الداخلية والخارجية. وكاين أنواع أخرى ديال سميتو ديال أذن الفيل، عندنا دمعة الطفل، عندنا بزاف ديال الأنواع عندنا الحمد لله. على كل حال نتمنى يعجبكم، وهانتوما كتشاهدوا معنا وكتشاركوا معنا هذا الفيديو هذا. واليوم بغيت هذه الهواية، هانتوما هادو بعض الأعشاب هنايا عندي، هانتوما. واللي بغى يجي عندنا راه فسله طريق العيايده مرحبا به والف مرحبا. الثمن مناسب، الثمن بالجمله والتقسيط. بغيتي كميه كثيره وبغيتي بالوحده ما كاينش المشكل. اي حاجه عندنا من انواع واشكال، وتا المنبت جا قريب على الطريق تقريبا ديال العيايده. ها انتما كما كتشاهدوا، ايوا. واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. عندنا بزاف ديال الاشجار، عندنا اشجار ديال المزاح، عندنا اشجار ديال الكاوكاو، عندنا اشجار متنوعه، عندنا السيبرو، عندنا هانتوما كما كتشوفوا هذه هانتوما. نتمنى عندنا الاروكاريا، فينيستا، فونتاسيا، عندنا الالوفيرا، بزاف ديال الحوايج. هذه السيترون، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتهلاو ليا فلوسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.